السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة في كل الأحوال. أشكركم متابعينا الأعزاء على الدعم ديالكم، حبكم متواضعة. تنشا خوكم عبد الحميد، دعمونا لايك وزيدوا بخير. كما كنشوفوا ما شاء الله راه جديات جيت نخرجهم. أول يوم غادي نخرجهم الإخوان، المرعى راهم كبروا تبارك الله، دابا راه تقريبا شو كيقربوا يكملوا 4 شهور. دابا راه بغا نخرجهم من المرعى الإخوان، كما كتشوفوا راه المرعى موجود. راه مازال ما عارفينش، كما كتشوفوا راه مجموعين تمايا، راهم شرعة. فيري 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 تبارك الله الاخوان، كما كتشوفوا راه كنجيب المعزل لهنايا للمرعى، بديت كنجيبو لان المرعى هنا وجد تبارك الله. المعز راه شبعان تبارك الله، راه تيتمشى هنايا. دابا سبحان الله المعز ملي تيشبع الاخوان من الربيع راه تيبدا يقلب على هذا الرطم هذا كما كتشوفوا. هذي قايومبا تيقولها ماشي رطم، هذي قايومبا، الرطم هو هذا. المهم راه كيشبع الربيع كيبدا يقلب على الأشجار. شوفو هذي في معلقة هنايا كتاكل شجر الزيتون. أجواء رابعية ما شاء الله، عام زين هذا تبارك الله، الله يكمل بالخير ان شاء الله. نتمنوا من الله غير ما تغيبش عنا الشتاء واحد المده طويله، وتمشي الامور كيف ما هكايا، قد طيح مره. دابا الشتاء تقريبا الاخوان راه كطيح كل اسبوع. شوف سبحان الله تياكلو تا الدوم، تا هو كاين هنايا كثير هنايا في الغابة هذه. دابا راه كنت معاهم كنت كنراعيهم في وسط شجر الزيتون الإخوان، ومني شفتهم بداو ياكلو الأشجار راني خرجتهم لهنا الغابة. هذه هي الطريقة باش كنسرحوهم دابا وسط الأشجار، ما نخليهمش حتى يشبعو، كنخليهم شي يشبعو مزيان. علاش؟ صافي غير ملي كيشبعو شوية مزيان كيبداو ياكلو الأشجار ديال الزيتون. صافي كنخرجهم لهنايا باش يكملو المرعى، ومن بعد راه كنديهم الإخوان كياكلو تاني تماك داكشي اللي كنزبرو حدا الكوري. ورا ما كنعطيهمش دابا لونسيلاج لا بال لا حتى حاجه، ما كنعطيهم حتى حاجه في الكوري. هنا الماكله المرعى موجود ما شاء الله، ما كنعطيهم حتى حاجه بالليل غير داكشي اللي كياكلو في المرعى. صافي تال قسم الاخوان جربت كنعطيهم الاكل هكا اللي عطيتهم في الكوري. في الصباح ملي كنبغيو نحلبو ما كيبغيوش يدخلوا ليا تما باش الصالاد الحليب باش نحلبهم، ما كيبغيوش يدخلوا. علاش؟ يعني كيشبعوا، كيكونوا شبعان بداك الاكل اللي كياكلوا في المرعى، ومن بعد عاد ثاني كنعطيهم في الكوري. صافي الصباح يعني كيكونوا شبعانين، هذا هو علاش ما كنعطيهمش ياكلوا في الكوري.
وهو غير هاد الاكل اللي تياكلو في المرعى راه كافيهم. وتا الانتاج ما شاء الله راه الماعز راه كينتج دابا الحليب، يعني تزاد الانتاج بعد 10% 15% تقريبا. واخا الجو راه بارد، يعني تا الجو منين غيسخن الجو غادي تزاد الانتاج اكثر. استمتعوا بهاد الاجواء هذه الربيعيه ما شاء الله. شي وحدين هنا راهم حابسين ما كيرعاوش. وتا المعزة الاخوان اللي حطوا هاد السنه هذه راه صحته راه يعني مرتاح، راه صحه جيده ما ضعفاش، ماشي بحال العام هاد العامين هادي لي هاد السنتين اللي كان لي فات كان فيها الجفاف، كان الماعز كيكون ضعيف فهاد الفتره هادي، كيكون الماعز ضعيف ما كيكونش. صحة جيدة كيكونش فهاد الصحة اللي فيها دابا حاليا. وتا العلف تا هو راه عندو دورة الإخوة، العلف اللي كنعطيهم هاد العام مكناش نعطيو ليهم في هاد العامين اللي فاتت. أوه سبحان الله العظيم كيفاش مازال كيتفرج فيا. والجديات الاخوة كما شفتوا في الفيديو راه حنا ملقحينهم ضد المرارة، داك اللقاح ضد المرارة ضروري الاخوان، ما خصنا نلقحوهم اللقاح ضد المرارة قبل ما يخرجوا يرعاو العشب وقبل ما يبداو نعطيهم العلف. اما داك العلف المركب اللي كنا نعطيهم قبل ما نبداو نعطيهم العلف الضرا ولا لا بدينا نعطيهم الشعير ولا شي حاجه، ضروري من اللقاح ديال المراره. وغادي نعاودو لهم الرابيل ان شاء الله. بعد دابا المعز غادي نلقحو كاع القطع كامل، والجدي اللي عندنا الصغار والكبار وكلشي صافي. ومن بعد كل 6 شهور غادي نبداو نلقحو لهم بحال المعز، نديرو لهم داك اللقاح ضد المراره. ما جاو تجمعوا عليا هنايا، شوف دابا هاد الجديانه الاخوان اللي كنربيهم في المرضعه الاصطناعيه كيكونوا ساهلين، ما حنا اللي كنربيهم ماشي بحال اللي كيكونوا مع الامهات ديالهم. الام اللي كيكونوا مع الامهات ديالهم كيكونوا شويه صعاب، تيكونوا بحال المعز البري كيقربوش للبنادم. اما هادو اللي كيترباو في المرضعه الاصطناعيه سبحان الله ما كيربيهم الانسان دائما كتلقاهم كيقربوا كيكونوا ساهلين وكيقربوا الانسان، كيقلبوا على الواحد. شوف شوفوا الكلبه تيخافوا من الكلبه، بعض المرات ما كيبغوش يدخلوا ليا تما الكوري فين كيباتو، كنبغي ندخلهم داك الزريبه وهي كتساعدني باش ندخلهم، شوف باش كيخافوا منها.